حقيقة حداد على روح الدكتور خالد توحيد وحادث قطار رمسيس. السلام عليكم جميعا. طبعا بأكرر زي اللي زمايلنا قالوه ومن القلب بننعي بمزيد من الحزن والأسف هذا الحادث اللي تم صباح اليوم، وطبعا كان في تحرك سريع جدا من خلال دولة رئيس الوزراء وطرف المجلس الحقيقة وبعض الوزراء المعنيين للاطمئنان والمتابعة الحثيثة جدا، لأن هو حادث وحادث يعني مش ممهد وحادث حادثة، لكن الحادثة تقيلة شوية وكبيرة شوية، وأكيد في متابعة لكل اللي في المستشفيات واللي موجودين، وإن شاء الله إن شاء الله يعني ما تكررش هذا كثيرا، وربنا يرحم اللي توفى ويشفي المصاب. المنطقة اليوم دي أكثر من هدف، لكن زملاتنا أو الزملاء في الوزارة حابوا إن هم يقولوا إنجاز. هو أنا يمكن في حرية للزملاء في العمل وديليجيشن زي ما بيقولوا أو تفكير سلطات، لكن هو عملنا يعني هو ليس إنجاز، لكن هو الوضع الطبيعي إن إحنا نكون في مجال عملنا. بس يمكن رؤى الفترة اللي فاتت أو الرؤية اللي موجودة من البداية إكمال برضو استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لكل من سبقونا مع تطوير مرتبط بحاجة العصر وحاجة الوقت. أكيد كان من أول أسبوع حطينا رؤية عامة لشغلنا في الفترة اللي هنبدأها يعني، ونظمنا الرؤية ديت في مجال القطاعات الشبابية وفي مجال التطوير والقطاع الرياضي. والقطاعات الشبابية قلنا إن إحنا ندخل كل مجال وهنهتم بتقسيم المراحل السنية وهنتفاعل مع المعدلات الرقمية. إحنا الشباب لو بنتعامل لغاية 40 سنة حددنا لغاية 39 سنة 40 مليون، إحنا إزاي نوصل لهذه الشرائح ولما نوصل لما بعد؟ لأن حتى يعني تعريف العمر الفسيولوجي للأمم المتحدة قالت سن الرشد لغايه 60 سنة زائد الجزء الإنساني المفروض وزارة الشباب والرياضة تعمل فيه في المجالين. مجموعة من الشباب زي مبادرة تحيا مصر وجابوا الناس من الخارج زي كل المبادرات اللي موجودة زيها بالظبط. الأستاذ محمود شاوي نموذج جيد جدا للشباب الصحفيين اللي لما يعني بفر كده على الفيسبوك واشوف الآراء الزملاء كلهم بيحيوه بيحترموه جوائزه الدولية، فهو في الحقيقة كان مبادر بموضوع فكرة التميز، وعلى اعتبار ان ده بيحصل بره وغيرتنا دايما ليه ما نبقاش احنا مبادرون للافكار وليه ما نبقاش في كل مجال يعني. فبالتالي المبادرة قلنا له لا انت، انا على المستوى الشخصي انت اشتغلها المبادرة وفكر فيها وهات المنتج بتاعها، احنا نساعد بكياننا التنفيذي نكون بس سبورت، لكن انت اللي تعمل واحنا نسند معاك. وبالتالي في اطر شرعيه معانا زي الرابطه، لان احنا بنتشرف ان رابطه النقاد والصحفيين هي ممثل شرعي للمنظومه، فبالتالي احنا انت فكرت احنا وراك يا استاذ محمود ومعاك، وكمان متواصلين مع الرابطه علشان هي كمان من اهدافها تنوع وتطور عملها فيما يخص الرياضه، واحنا المجال الرياضي فالنموذج اللي بدي فور اكزامبل عليه او النموذج ليه هو اللي بنقوم بيه في كل مجال. المبادر بيجي بنشوف ايه الامكانيه الفكره عشان تنقل لحقيقه ليها بعض المعايير، يعني ممكن يكون في افكار لكن هي مش تانجبل مش ممسوكه، فمش هنقدر نحولها الى موضوع يمكن تطبيقه، لكن الافكار اللي بتنقل الى موضوع يمكن تطبيقه اكيد بنفلترها في اجهزه وادارات بتاخد يعني الموضوع ده وتبدا تشتغل فيه بشكل كبير. انا حبيت يعني احط نقطه للرفض، لكن مش المجال ان انا اتكلم على الجائزه التميز الصحفي والاعلامي للشباب الصحفيين في الحقيقه، لكن لما ارجع تاني من ضمن رؤانا اللي كانت موجوده في الرياضه ان طبعا الشباب احنا داخلين في الثقافه في الفنون في الاداب في كل حاجه يكون فيها الشاب المصري احنا موجودين. يسعدني ويشرفني ان اتواجد في هذا المكان لاطلاق فكره شبابيه 100%. وهنا لا بد وان اوجه الشكر لاهلي قبل الحديث بتفاصيل المسابقه. اشكر الاستاذ العزيز الدكتور الفاضل اشرف صبحي لتحمسه الشديد لاطلاق اول جائزه لشباب الصحفيين والاعلاميين في مصر. وهي اول جائزه توجه للشباب بشكل خاص.
في هذا المجال الصعب والذي يحتاج المنتسبون له التقدير الأدبي من آن لآخر، لأننا في النهاية في مهنة الزائم تحتاج دوما للتشكيلة. ترجع حكاية الفكرة إلى كلمات رقيقة تلقيتها من معالي الوزير الذي دائما ما يشيد بأي شاب ناجح نجح في رفع اسم بلدنا الحبيب. وعندما أكرمني المولى عز وجل بالعز الصحافة العربية كان الدكتور أشرف صبحي أول المهنيين، وبعد تولي سيادته للوزارة بعدة أشهر عرضت على سيادته الفكرة، فكرة ترشيم جائزة لتشجيع كل مبدع وكل صاحب موهبة في الصحافة والإعلام، وعرضت على سيادته المشروع كاملا، لكن الوزير وضع الكثير من البصمات المفيدة عليه. أشكر كل من تعاون معنا داخل الوزارة، كل الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل محمود الجراحي الدكتور تامر عبد العظيم مدير المكتب الفني والذي أرهقته كثيرا في هذا الملف، الدكتورة أمنية فخري وهي بالمناسبة بطل مصر الخماسي الحديث وعضو المكتب الفني للوزير لجهودهم البالغة معي.